انت قاعدة فين؟ عند نسمة؟ عند نسمة. طيب انت لو عاوزاني امشي من البيت ده انا ممكن امشي عادي، يعني مفيش مشكلة، هو كده كده بيتك يعني. لا تمام، انا مرتاحة عند نسمة. انت ظبطت البيت جامد. لو اشتغلت عليه شوية، قلت يعني يمكن لو حبيتي تبيعيه يجيب لك سعر احسن. طيب هبقى ارجع لك مرة تانية، شكل مزاجك وحش النهاردة. مامتك عاملة ايه؟ زي ما هي. وأحلام عاملة ايه؟ منهارة، الفترة اللي فاتت الدنيا ضاقت علينا جامد. انا سمعت. و هتعملوا ايه؟ هتعملوا؟ مش عارف، هنشوف. Thank you. شكرا عامة ان انت رديتي على مسجاتي سيف ومكالماتي. الواحد بيبقى عايش عينه في عين واحدة طول الفترة اللي فاتت دي ولا يعرف عنها أي حاجة. أنا مش عارفة أقول لك إيه. يعني إيه مش عارفة تقولي إيه؟ 4 شهور مختفية ومش عارفة تقولي إيه؟ أمال جاية ليه؟ أنا كده فهمت. انت جاي تكيسي البيت وتكيسيني وتكيسي علاقتنا وتشوفي هتخلصي من الداهيه دي ازاي، مش كده؟ كلامي صح ولا لا؟ طب لو سبت لك البيت انت بتقول ايه؟ مضيت عقد سوري وسبته لك. بتعملي كده ليه؟ عشان انت بتحب البيت ده قوي، عشان تستاهل يبقى عندك حاجة بتحبها. انا بحبك انت. مفيش حاجة هتتصلح، خلاص اللي ما بيننا باظ. ليه؟ ليه يا هلا؟ نحاول تاني، نروح لدكاترة، نعمل أي حاجة. مفيش حاجة هترجعه تاني. عارف ان مفيش حاجة هترجعه، بس في ياما ناس عدت في اللي احنا عدينا فيه ده، بيتصرفوا بيحطوا كتفهم في كتف بعض وبيقفوا بيعدوا الموقف. مش عايزة أعديها، مش عايزة. طب ما تجيلي دغري كده وسيبك من الجو اللي انت عاملاه ده. في ايه؟ في ايه؟ مش اللي في دماغك خالص. كل اللي فينا انا، كل ما ببص في وشك بشوفه طول الوقت. خلاص يا سيف، خلاص. انا مفيش حاجة هترجع تاني زي ما كان. ما كنتش باصص عليه ليه؟ وانت بتقولي ايه؟ انا رحت اجيب الفوطه وسبتكوا 3 دقايق، 3 دقايق بس. رجعت لقيته. انت كنت فين ساعتها؟ وانت ما خدتيهوش المستشفى ليه؟ ما خدتيهوش انت ليه؟ انا مش طايق اشوف وشك، انا همشي، مش قادر اشوفك تاني، مش عاوز اشوفك في حياتي تاني. سيف، انا لازم تيجي معايا حالا. احنا بنتكلم، انت تبقى تليفونك مقفول، محتاجينك ضروري. في ايه انت كمان؟ هفاجئك بس يلا حالا. وانت كمان تعالى. ليلى فين؟ جوه. وهو هنا؟ هو
هو مين؟ هيكون مين يعني؟ نزل من الصبح بدري وموبايله مقفول. اتفضل. معنا ليلى. ليلى يلا. احلام فين؟ قلت لها ان انا عاوز اتكلم مع ضيوفي شويه الاول لوحدي شويه وتنزل ما تقلقيش. وانت يا هنا قاعده بتشربي شاي هنا وسايبانه قلقانين عليكي؟ انت ما فيش دم خالص؟ مامي استني، احلام عايز تتكلم معاكي بليز. انا مش جايه هنا عشان اتكلم مع حد. يلا بينا نروح. وانا مش همشي غير لما تكلمي معايا. ليلى يا ليلى يلا بلاش، الامور تبقى اسوء من كده. يلا. بتخاف على بنتك قوي يا استاذ عمر. سيف شت، مش عاوز اسمع حسك. اكيد خايف على بنتي يا استاذ سيف، ومش عايز غير ان اخوك يبعد عنها. ممكن نتكلم وقت ثاني انا وانت لو تحب. نتكلم؟ لا انا اقول لك على حاجه احلى من الكلام بكتير. معلش ما عندناش وقت. لا مش جايه. خليكي قدامي. يلا. سيف انت مجنون! سيف! استاذ سيف. طيب من فضلك سيبهم يخرجوا ونتكلم انا وانت راجل لراجل. راجل لراجل؟ هو في واحد يمشي مع مرات راجل تاني ويسمي نفسه راجل برضه؟ سيف نفس المسدس. بقى ده اللي انت سبتيني عشانه؟ ما تنطقي! عشان خاطر ينزلوا. ملوش لازمة الكلام ده. لا هيبقى له لازمة. لما تموت. سيف نزل المسدس. اسكتي انتي. عارف لما ابني مات؟ مبقاش بقالي أي حاجة في الدنيا دي عاشلها غيرها هي. وأنت جيت خدتها مني. بس أنت طبعاً ما بيفرقش معاك الكلام ده. هو أنت بيفرق معاك حاجة؟ بنتك دي تفرق معاك؟ طب مراتك الحلوة؟ أستاذ سيف اللي بتعمله ده مش هيحل حاجة. هم مالهمش ذنب، سيبهم يخرجوا، مشكلتك معايا أنا. اسمعني لو سمحت. أسمعك. وأسمعك ليه؟ راجل عنده ثلاث عيال وماشي بيجري ورا واحدة صغيرة، ابنها ميت وحالتها النفسية مش مظبوطة. تسميه إيه ده؟ تسميه إيه يا ابن الكلب يا واطي؟ سيف بص لي، سيف 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 بص لي، أنت متضايق مني؟ أنا اللي أذيتك أنا، لو في حد عايز يتعاقب أنا هعاقب ده، هعاقب ده. مرموز. أنا لازم أموت. لا لا أنا لازم أموت وخلصت مني ومنه. مش أنا بفكرك بيه؟ نزل عشان خاطري. مش أنت قلتي كده أنا اللي بفكرك بيه؟ عشان خاطري نزل وسط السيد. خلاص أخلصك منه ومنه. خليك شجاع مرة واحدة في حياتك وطلع ابننا من الموضوع ده، فاهم؟ سيف اسمعني. لا 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 عشان أخاطري. سيف اسمعني، نهايتنا كده كده جاية. خلاص عمر.